السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيكرر كتير جدا زي ما انتم متوقعين، ألا وهو ايه الجهاز المثالي اللي انا اقدر اشتغل عليه؟ طيب الجهاز المثالي اللي انت تقدر تشتغل عليه هيبقى غالي، فاحنا بنشوف الجهاز المناسب للشغل بتاعك. فطبعا في ماركات كتيرة جدا، انا بنصح ان انت تروح تشتري جهاز جيمر. جهاز جيمر هتلاقيه كويس. طيب بداية، لو انت بتتكلم على نظام التشغيل فغالبا هيبقى ويندوز 10 او 11، لان اغلب الانظمه التانية ما بتشغلش برامج مثلا زي الريفت، ما بيشتغلش على ابل ماكنتوش. طيب الذاكره 16 جيجا وانت طالع، ده اللي بننصح بيه، بس لو انت عايز ده كويس 32 جيجا. طب الهارد ديسك خليه اس اس دي، ده الريكومنديشن، 1 تيرا. لو انت عايز حاجه كويسه ممكن تجيب الجهاز اللي هو بي سي اي اي ان في ام اي اس اس دي برضو، تمام؟ ده لا ده بتاعه اعلى. البروسيسور ما يقلش عن i7، انتل كور i7، تمام؟ او لو في حاجة اعلى، او اللي بيمثله في الاي ام دي، تمام؟ لو انت بتدور على بيست بيرفورمانس هات بقى الاي 9، تمام؟ طيب الجرافيك كارد 2 مونيتور سبورت زي انفيديا، تمام؟ دي الحاجة اللي بننصح بيها. لو انت عايز حاجة اعلى في ار تي اكس، وفي طبعا حاجات عالية جدا. يعني الشاشة يعني 27 انش كويسة. لو انت عايز حاجة بيست بيرفورمانس في 43 وانت طالع. الماوس فيه اللي هو لازم، اللي هو البكر اللي في النص دي بتسهل، او ممكن تجيب بقى حاجة 3 دي كونكشنز، دي بتبقى كأنك حاطط ايديك جوه الشاشة وبتقلب الموديل. دي من الحاجات اللي كويسة وسعرها مش غالي، تقريبا 100 دولار. لازم طبعا يبقى عندك باك اب زي هارد خارجي، تمام؟ وممكن تبقى عندك برنامج بيعمل سكادول، يعني برنامج باك اب مثلا كل يوم او حاجه زي كده. نتورك ادابتور يعني العادي 100 ميجا بت، او ممكن تجيب 1 جيجا بت. دي الحاجه المقترحه، وهسيب لكم بعض الحاجات كده. لابتوبات جيمر ممكن الواحد يجيبها بسعر كويس من امازون او من السوق اللي جنبك. لو انت جنبك سوق كمبيوتر كويس ممكن تجيبها وتجيب حاجه مستعمله. المهم ما تسترخصش، لان لما تجيب حاجه رخيصه ممكن بعد سنه تبوظ، انما لما تجيب حاجه كويسه ممكن تقعد معاك 5 7 سنين 10 سنين.